البيت الحيواني في كلية الطب جامعة البصرة، تأسس في عام 2012 في البناية الجديدة لكلية الطب مقابل مستشفى البصرة التعليمي. ويتكون البيت الحيواني من غرفة للفئران المختبرية، غرفة الأرانب، غرفة صنع العليقة، غرفة الإدارة أو غرفة المسؤول البيت الحيواني، بالإضافة إلى غرفة الفئران المختبرية الجرذان الألبينورات. ويتوفر لدينا عدد من الأرانب والجرذان، ويمكننا تزويد طلبة الدراسات العليا لغرض إكمال بحوثهم العلمية في هذا المجال. موظفين كلية الطب بيت الحيواني، والحيوانات يعني نلبي احتياجاتهم من أكل، ماء، ترتيب، أي شيء يعني يحتاجونه متواصلين وياهن أيام العطل، أيام الجمعة السبت نعطيهم يعني شنو يحتاجون أكل ماء، وإذا كان أكو طلاب دراسات عليا همين نساعدهم بالجرع يعني نلزمهن لهم ونساعدهم ونتواصل وياهم يعني حد ما يخلص البحث مالتهم. والحيوانات بالنسبة للجرذان كذلك يعني نسوي عليقة وبروتين، والأرانب نجيب لهم جت برسيم ونغذيهن يومية ونكاثرهم الغرض يعني استفادة من عندهن الطلاب كلها، أي واحد يعني يحتاج طلاب يعني مثل ما نقول دراسات العليا أدوية احنا نحضر لهم إن شاء الله أي كل جميع الحيوانات.